يوم كل يوم حادث، كل يوم اثنين ثلاثة شو حادث واحد عم بيصير. سرعة، سبب السرعة، بيكونوا ماشيين بفوتوا بتوينات بيعملوا، يعني بيقولوا لك 100 ما بيطيدوا اوقات بالسير. هلا انا جاي طب موتوسيك، سيارة ضربت موتوسيك على الإشارة على الملة. هلا بس كانت على الواتساب، انا شفتها بعيني على الواتساب المدى. هيدي الشغلة عم تحكي ميك اب عادية تمشي بتباع بتحمر حالها كمان اوقات. مين بيطير بقوانين عنا هون؟ ما حدا بيطير بقوانين عنا هون. من بداية عام 2018 وحتى اليوم بلغ عدد ضحايا حوادث السير 281 قتيل و3432 جريح. يوميا عشرات الحوادث حتى أصبح الموت على الطرقات مجرد خبر يمر مرور الكرام. وعلى الرغم من سن قوانين سير صارمة للحد من نسبة الحوادث، إلا أن النسبة عم بتزيد سنة بعد سنة. بوقف على الإشارة مثلا من نص الإشارة، هو بيكون رايح على الشمال، بيفتح السير الخط الجالس، العالم بتصير زمر هو واقف معه خبر لأنه بده يروح هو على الشمال بس واقف مالت اليمين مثلا. الموتوسيكلات أهم شيء كمان، يعني الموتوسيكلات بشكوا قداميك ومفروض إذا أنت ضربتيه الحق عليك يعني بيطلع بالنهاية. اليوم واحد جاي هو مع ولد صغير بعكس السير وكوع مقفة، يعني عنتفي كانت راح هو والولد وأنا بسوق عمالي. ما بحب الخوذة، ما بحب الخوذة، ما بحب احط على راسي لانه يعني هذا مش قانون، يعني اذا واحد بده يحط خوذة بده يطعموا ظابط. بتقدر يقولوا ولو هالقد هذا الظابط اذا واحد شربين كاس وداير اذا مدري شو. اذا هيك يا ابني ما عم تتقيد، وينك انت رايح؟ عم بتموت برا بتقيد، بس هون ما خلص لانه بلده هيك فوضى فوضى، بيمشي ماشي مع الفوضى. السرعة الزائدة، استخدام الهواتف أثناء القيادة، عدم وضع حزام الأمان، أسباب بيتحمل نتيجتها المواطن الغير ملتزم بقانون السير. ولكن هناك أسباب أخرى بتتسبب بحوادث مميتة، منها البنى التحتية، حال الطرقات، عدم وجود إنارة وعدم وجود إشارات ضوئية. وبين مسؤولية الدولة ومسؤولية المواطن تتعدد الأسباب والموت واحد. لأنه الطرقات مش مليحة والنظام ما فيه، ماشي بيطب بجورة بيوقع بجورة بصير معه حادث. بلد يهتموا باللي بيشربوا على الطرقات، لأنه اللي عم يشرب كمان عم بيقتل العالم. قل لك الالتزام بقوانين السير قبل كل شيء، وبعدين الموتوسيكلات الكترانية تمرق بين السيارات، هذه أساسها. ما تمرق معهم بيكون حق معك، بتشير الحق عليك وبيضربك وبيعورك، بقول تشير الحق عليك، بيطلع لك بطاحش هيك على الموتوسيكل. هيا قانون سير كنا نحطه أول شيء خفنا، الله مش عم نحطه. فوت بعكس السير، هيدي اللزة عنا. ويلكم تو ليبانون. الشعب صار نوعا ما عنده كبت داخلي عم فيش خلقه بسرعة. تجي رسالة من حبيبته بينسى العالم كله، شو بده يقرأ وشو بده يجاوب، بيلبس اللي قدامه. كنت بأمريكا أنا وقف بالطريق لقيت على تيرميل، لقيت كلاب اثنين نايمين على الطريق، سألت خيط وشو هدول؟ قال بدهم يقطعوا مثلي ومثلهم. حلو الحياة النظام، لو من النظام ما في دولة. ما احنا اللبنانيين مبوشقين شوي، بناخدها داخل حمصية.